الناس كلها فاكره ان انت ممكن لو في حرامي في العالم ده يأذيك عن طريق حاجتين. اول حاجه ان هو يثبتك في الشارع وانت طالع كده الساعه 3 الفجر ولا 4 الفجر ويقطع لك الخلف، اما ان انت تبقى لسه صاحي من النوم بالليل كده وفي بيتك قايم تشرب ميه تلاقي واحد بيسرقك في البيت وبرده يقطع لك الخلف. يا دين امي. ولكن احب اقول لك انك عايش في وهم كبير جدا، لان دلوقتي الحرامي ممكن من غير ما يشوفك ومن غير ما انت تعرفه ومن غير ما هو يعرفك يقدر ان هو يأذيك ويضرك ويدمر حياتك كلها وحياه اسرتك لو لزم الموضوع ده عشان بس يطلب منك مبلغ مادي. الموضوع خطير صح؟ خلينا اقول لك ايه الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا جيش مكتشفين في حلقة تقنية جديدة عن قناة تكتشف العالم. في الفترة الأخيرة طبعا لقينا قنوات كتير بتتسرق، حسابات كتير بتتهكر، حاجات منتشرة كتير قوي ومن ضمنها فيروس كورونا اللي لسه عاملين عليه فيديو تقدر تشوفه من الاي لينا والاي لينا الشريط الرمادي اللي بيطلع لك ده. هنا نتكلم النهارده عن الهاكرز او الناس البيض اللي كل همها ان هي تاذي الناس وتدمر مستقبل الناس، كل ده عشان يكسبوا الفلوس حتى لو على تدمير حياتك بالكامل. مصطلح الهاكينج او الهاكر او الفيشنج او التسلط على النت او كل المصطلحات اللي بنسمعها دي بتدل على حاجه واحده، ان انت اول ما بتسمعها بتترعب حرفيا، لمجرد بس ان انت لما بتتخيل اقل حاجه الهاكر ممكن يعملها لك ان هو مثلا يسرق حسابك البنكي وينهب كل الفلوس اللي فيه. ممكن لو اللي بيتفرج على الفيديو ده بنت يسرق صورها من على التليفون ويهددها بيها ويقول لها انت مبلغ مادي ياما هنشرها على مواقع كذا وهعمل كذا وهسوي وهنيل، يعملوا مصيبه كبيره قوي ويسرقوا منك الداتا، ودي يعني انا شايفه ان هي ابشع حاجه ممكن تتسرق منك. داتا ايه يا ابو المكتشفين اللي الهاكر زي يسرقوها مني دي؟ بص يا سيدي، تخيل ان انت عندك شركه بتكسب بمليارات الدولارات، طبعا عشان كده قلت لك تخيل يعني عرفتها يا كروديا. وفي عز ما انت بتكسب مليارات الدولارات وفي عز ما انت شركتك محققها ايرادات عالميه، يجي واحد ما فيش عند اهله دم حرفيا يدخل على حسابك او يدخل على الكمبيوتر بتاعك او تليفونك او الى خلافه ويهكر حضرتك ويقول لك عشان ما ناخدش الايرادات العالميه والمليارات الدولارات دي ونمنعها عنك وندمر لك مستقبلك ومستقبل شركتك ومستقبل عملائك، ادفع لنا مبلغ مادي. طبعا حسابات كتير جدا على الفيسبوك بتتهكر، حسابات على الانستجرام، قنوات يوتيوب، اقل مثال معانا قناه لويندي تك ويحيى رضوان واندرويد باشا. طبعا لما بيسرقوا القنوات دي ناس محبوبه وناس مشهوره، فبالتالي انا ممكن على سبيل المثال لو انا بفكر بدماغ هاكر ممكن ادخل اهكر القناه وبكل بساطه اطلب منهم مبلغ مالي، اقول لهم هاتوا مبلغ كذا عشان مثلا مجهود العشر سنين اللي انتوا تعبانين فيه في القناه ده ما يروحش. اما بقى في نوع تاني من الهاكر ده ربنا يكفينا شر، ده بيبقى تاني حاول ان هو بكل بساطه بيدخل يغير اسم القناه يخليها في مصلحته الشخصيه، يوم جاي منزل فيديو يقول يا جماعه مثلا في القناه دي عامله مسابقه مثلا على 1,000,000 جنيه، بكل بساطه خشوا على الرابط اللي تحت هتكسبوا 1,000,000 جنيه. طبعا الناس كلها اوه دي قناه مثلا اندرويد باشا، قناه يحيى رضوان، دي قنوات موثوقه، دي قنوات احنا بنحبها، فيدخلوا على الرابط وبكل بساطه بدل ما هو هكر قناة واحدة ده بسم الله ما شاء الله هيهكر نص المجتمع بيحب قناة معينة. بس يا ابو المكتشفين انا بس كده انا هاخد بادي دلوقتي اطفي النت واطفي الكمبيوتر ومش هتحرك، يبقى يعني حظر تجوال في الشارع وانا مش هتحرك من على الكمبيوتر ومش هعمل اي حاجه، هو حاله التلفزيون محدش يقدر يهكرني على التلفزيون. لا يا سيدي، انا هقول لك ان شاء الله باذن المولى عز وجل ان انت تصلي على النبي وهقول لك شويه خطوات حلوه كده اهو تمشي عليها هتحميك من كل الهبل اللي انت سمعته ده. اولا ما تبقاش ساذج تمشي ورا الحاجات اللي هي المتخلفه اللي بيحاولوا يستغلوك بيها، بمعنى ان حضرتك يعني اللي يعرف المستقبل ده ربنا سبحانه وتعالى، فلما تلاقي رابط منشور على الفيس بيقول لك خش شوف مين هي مراتك المستقبليه، اظن مش عايز اقول لك انت هتبقى ايه، ولا بصيناها من الجانب الديني فده يعتبر خطا كبير جدا وسيئه كبيره جدا جدا، لان ما فيش حد في الكون كله يعرف المستقبل اللي هيحصل فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. فلما انت تنسى النقطه دي وتمشي وتتساق ورا مواقع واحد زيك ويمكن اقل مننا في التفكير وفي الاخلاق وفي الاحترام يعمل الموقع ده، فانت كده بتسلم نفسك للراجل ده. اسال لي واحد بس من الكون كله دخل على الموقع ده قال له انت هتتجوز فلانه الفلانيه وما لقاش عبده الحبشي ابن خالته اللي متجوزه. فكر شوية يعني على سبيل المثال لو انت يوتيوبر عندك قناة على اليوتيوب، ما تجيش تقول ان انت مثلا لسه قناتك مثلا فيها 10,000 او 15,000 مشترك تلاقي ايميل مبعوت لك من اليوتيوب تلاقي نفسك بيقول لك فيه والله انت يوتيوبر محترم تعالى نديك كاميرا ب 50,000 جنيه. مستحيل يا باشا، اليوتيوب ما بيقدمش الكلام ده كله. نبقى متفقين بس على حاجة، اليوتيوب ما بيدكش اي حاجة في فترة حياتك كلها على اليوتيوب غير درع الفضي عند ال 100,000، درع الذهب عند المليون، درع الماس عند ال 10 مليون او ال 13
12 مليون. ايميلات الرسمية الموثوقة من جوجل ومن يوتيوب بتبقى معروفة. على سبيل المثال لو انت ما بتعرفش تفرق ما بينهم فممكن تلاقي مثلا الايميل بتاع يوتيوب متلخبط، في حرف غلط، في حرف واقع، في حاجات زيادة. واحد اسمه youtube@gmail.com بعت لي رابط. اولا احنا كتقنيين فعارفين ان الرابط ده او الايميل ده مش هو بتاع يوتيوب، بس لو انت حتى اتخدعت وما عرفتش تفرق ما بينه وما بين الايميل الرسمي بتاع يوتيوب، صدقني جوجل، يوتيوب، فيسبوك، اي منصة على الانترنت ما بتطلبش منك الباسورد، ما بتطلبش منك بيانات خاصة. مش انت لما جيت تعمل حساب جوجل او حساب يوتيوب او كلهم حاجة واحدة او فيسبوك او اي حساب انت بتيجي تعمله بيقولك ايه؟ مش بيقولك دخلنا اسمك، ايميلك، الباسورد. انت وانت بتكريت الحساب وبتدخل الباسورد هو خلاص اوريدي تسيف عند شركة فيسبوك او جيميل او جوجل او اي حاجة. معلش ثانية واحدة، انا دلوقتي الشركة معايا الباسورد بتاع العميل، ليه هروح اقول له اديني الباسورد؟ نحاول كيوتيوبرز ان احنا لما نلاقي نفسينا في شركة بعتلنا عايزة تعمل ترويج، الشركة عمرها ما هتطلب منك الباسورد. طبعا حاول ان انت ما تحطش الباسورد بتاعك، اسمك او اسم حد من عيلتك او رقم تليفونك او رقم تليفونك وحاشر فيه اسمك والكلام ده كله، عنوانك، تاريخ ميلادك، اسم عربيتك، حسابك البنكي، الكلام ده كله حاول ان انت تتجنبه نهائي. طبعا في قطعه صغيره كده زرقاء اسمها سكيورتي كي، كان الباشمهندس احمد ابو زيد من قناه دروس اونلاين عامل عليها فيديو قبل كده، دي اداه جميله جدا. هعرض لكم دلوقتي لقطه بسيطه كده عشان الكوبي رايت بس من الموضوع، وطبعا هسيب لكم رابط الفيديو بتاع الباشمهندس احمد بوزيت في الديسكريبشن اللي عايز يعرف يعني بالموضوع كده بتاع السكيورتي كي. ويوصلنا اخيرا لاهم وافضل واقوى طريقه تقدر تامن من خلالها حسابك على يوتيوب وجوجل، وهو المفتاح ده او السكيورتي كي ده. ده باختصار عبارة عن باسورد، بس باسورد معاك انت ماسكها في ايدك، باسورد انت ذات نفسك ما تعرفش هي عبارة عن ايه. فكرة باختصار ان انت بتخش على حسابك وتقول له ان انا عايز أأمن حسابي بالبتاعة ديت، وهنوضح لكم حالا كمان شوية، فيقولك تمام ركب البتاعة دي في جهازك وخلاص كده انت حسابك اتربط بالبتاعة دي. طيب لو احنا يوتيوبرز بقى وفي شركات عايزة تخلينا نعمل لها ريفيو لبرامج معينة، احنا ايش عرفنا ان البرامج دي برامج موثوقة مش هتسرق الداتا بتاعتنا وتبهدلنا؟ طبعا الكلام ده مش للناس اللي معها السكيورتي كي اللي هو باللون الازرق، ان حتى لو سرقوا حاجة فمش هيفتحوا اي حاجة غير بالسكيورتي كي اللي معاها. هنتعرف ازاي البرنامج ده هاكر وبيستغلوك ولا لا ان شاء الله من خلال الفيديو اللي جاي على قناة اكتشف العالم. فتأكد ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتخليها على جميع الاشعارات وتصلى على النبي، ولو في عندك اي استفسار تبعتولنا على المواقع التواصل الاجتماعي في الديسكريبشن. كان معكم يوسف نصر، بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، وشير الفيديو ده عشان نوصل لاكبر عدد الناس ممكنة. كان معكم نصر، صلوا على النبي، في أمان الله.